الى ذلك نفت هيئه الطيران المدني في السعوديه ايضا ادعاء الخطوط القطريه عبور اجواء المملكه الهيئة قالت انهم مستمرون في اجراءات منع الطائرات المسجلة في قطر من استخدام مطارات المملكة وعبور اجوائها، واضافت ان ما يتم تداوله حول استخدام الطائرات القطرية للمجال الجوي لبعض الدول الاربع ومنها المملكة غير صحيح، وقالت الهيئة ان الدول الداعية لمكافحة الارهاب عكفت منذ البداية على ايجاد طرق جوية اضافية لتخفيف اختناق الحركة الدولية وضمان سلامتها.